مساء الخير مشاهدينا كارم، أهلا بك إيمان. أهلا هارون، مشاهدينا طاب أوقاتكم، أهلا بكم من جديد. إليكم تفاصيل حصاد الليلة، ونستهل جولتنا الإخبارية من الجنوب الجزائري، حيث عادت أجواء الهدوء إلى ربوع مدينة عين صالح التي شهدت مؤخرا مواجهة عنيفة، هي الأولى منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بوقف عملية استكشاف الغاز الصخري مطلع السنة الجارية. موفد تلفزيون النهار لعين صالح أحمد محمودي والتفاصيل. نحن الآن متواجدون بساحة الصمود بعين صالح، والتي رجع إليها الهدوء منذ ليلة أمس، خاصة بعد الاجتماع الذي جمع كل من الرائد قائد الناحية العسكرية السادسة وممثلين عن المحتجين. الاجتماع انبثقت عنه عدة نقاط، لعل أهمها وعد اللواء بإيصال المعلومات إلى قائد الأركان قايد صالح، كما ندد الرائد بالتدخل العشوائي على المحتجين في ساحة الصمود 2، وتكفل بتعويض الأدوية والعلاج على عاتق الجيش، كما تم تعويض الخيم المحروقة من طرف الشرطة، كما تعهد الرائد بعدم تدخل كل الجهات الأمنية للتعرض للمحتجين شرط مواصلة الاحتجاج بطرق سلمية، والتعويض أكد أنه سيكون على عاتق الدولة. ويجب أن نشير أيضا إلى أن كل المرافق والإدارات العمومية مغلوقة أبوابها في وجه المواطنين، وكما قام سكان عين صالح اليوم بمبادرة كبيرة لتنظيف الأحياء والطرقات من النتائج التي انبثقت عن المشادات بينهم وبين أفراد الشرطة. كان معكم من ميدان الصمود أحمد محمودي لتلفزيون النهار. وفي سياق ذاته، وكما قال زميلنا أحمد محمودي، قام سكان منطقة عين صالح صبيحة اليوم بحملة تنظيف واسعة شملت مختلف أحياء وأزقة المدينة. التفاصيل كما رصد لنا أحمد محمودي من هناك تبين تعاون الجميع لرفع مخلفات الأعمال التي شهدتها المنطقة مؤخرا. والمبادرة نتاع التنقية هذه بأنها الشعب المعتصمين نزل بعناهم باش في البلاد يقوموا بهذه المبادرة ينظفوا، ليس البلدية، ليس الدائرة، ليس السلطات، ما شنا حتى واحد في الوقت الحاضر معنا إلا الشعب وتنظيم الشعب واللي مكلفينهم الشعب باش يتكلموا مع الناس هذي. نسبة الإدارات كلها راهي مغلوقة، البلاد كيما تشوفوها راهي كلها مغلوقة، ما كان فيها حتى بلاصة باللي راهي محلولة، بأنه دائما أننا معتصمين وسنبقوا معتصمين بكل سلمية حتى إن شاء الله طرح لهذه الكبانية. أهم النقاط اللي وعدنا بها سيادة اللواء هي باللي الأمان، أول حاجة هي الأمان، وترجع الأوضاع كما كانت سلمية، وبنيابتنا على مواطني عين صالح نشكر الجيش اللي وقف معنا وجمع معنا وعطانا أمور إيجابية. اللي رانا دوك فيها في الساحة رانا سلميين، راه رجع الوضع كما كان من قبل. والشي اللي راح نقوله لسيادة اللواء شكرا 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 بزاف بزاف، وقف معنا ويعطيه الصحة. ونوجه رسالة للحكومة نفهمها باللي قوة ولاد عين صالح في سكاتهم،